ومن الاخطاء رد الهديه دون عذر شرعي، وقد جاء الامر بقبول الهديه فقد قال عليه الصلاه والسلام لا ترد الهديه، رواه احمد وصححه الالباني. ويتاكد عدم رد الاشياء اليسيره لقول عليه الصلاه والسلام ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن يعني الطيب، واللبن رواه الترمذي وحديث حسن. وقال عليه الصلاه والسلام من عرض عليه ريحان فلا يرده، فانه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم. ومن الآداب أنه إذا رد الهدية لسبب شرعي أن يبين سبب الرد فلما أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وهو حلال من جهة الأكل الحمار الوحشي لكنه عليه الصلاة والسلام كان محرما ولذلك رده على صاحبه وقال له إن لم نرده عليك إلا أن حرم يعني لأجل أننا محرمون والمحرم لا يأكل الصيد متفق عليه فلا يأكل ما صاده لا يجوز له أن يصيد ولا أن يأكل مصاده ولا مصيد لأجله وفي رواية قال لولا أن محرمون لقبلناه منك وقضية تحري الوقت المناسب والمكان المناسب عند الإهداء حتى تقع الهدية موقعها يدل عليه حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من الاخطاء قضيه عدم احتساب الاجر على الهديه بعض الناس يظن يعني ان الهديه هذه اضاعه اموال وانها وانها لكن يعني هي في الحقيقه لو كان اقتصاد باهدائها وحكمه فانها تجلب الموده والمحبه وتزيل العداوه وتسهم في تثبيت الصحبه وتشجع المتربي والطالب ويوسع بها على الفقير ويؤلف بها قلب الكافر لكن بعض النساء تشق على زوجها جدا في قضيه الاهداء وتريد ان تختار الماركات والاشياء الغاليه وتقول هذه اهدتني لابد ان اود لها وهذه اهدتني لابد ان اود وربما كان زوجها ليس مثل ازواج الاخريات فاذا لابد ان تراعى هذا القضيه هذه وايضا لا يجب يعني ان ان تكون الهديه بنفس مستوى الهديه التي اهديت فربما تكون اقل بحسب حال كل واحد، ومن الاخطاء اهداء الاشياء المحرمه كآلات اللهو والمعازف والتماثيل والصور المحرمه وساعات الذهب للرجال، وما فيه صلبان او اهداء خمر وشموع الكفره، وما يكون بمناسبات اعيادهم واشرطه الاغاني وافلام الماجنه والمجلات المشحونه بالصور المحرمه. ورسائل الغرام وإهداء المقطوعات الغنائية الآن ومقاطع الرقص وعبر الفضائيات وعبر البلوتوث وعبر الجوال وعبر البريد الإلكتروني سبعون في المئة من الذكور يوظفون البلوتوث في الرسائل الهابطة كما جاء في بعض الدراسات قال قتادة إنك لتعرف سخف الرجل في هديته الهدية أحيانا تدل على عقلية المهدي من المنكر تبادل هدايا بين الجنسين بين الرجال والنساء الأجانب باسم الزمالة في الدراسة أو العمل ونحو ذلك وطبعا هذه الهدية في الأفلام الأجنبية فيها إقامة العلاقات المحرمة ووسيلة العلاقات المحرمة واستجلاب للنساء بالهوى المحرم ولذلك لا يجوز إهداؤها ولا يجوز قبولها والمجاملة ممنوعة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان له صديق فلقيه بمكه فاهداه راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما علمت ان الله حرمها؟ ثم امر بها فافرغت في البطحاء، يعني امام الناس رواه مسلم احمد. وقدموا لعبد الرحمن الداخل في الاندلس خمرا فقال اني بحاجه لما يزيد في عقلي لا لما ينقصه، ومن الهدايا المحرمه الاهداء في بعض المناسبات المحرمه كعيد الام وعيد العمال وعيد الكريسماس وعيد الحب وعيد راس السنه واعياد اليهود والنصارى وهذه الان اعياد عيد الحب كثيره جدا تم تبادل 57 مليون رساله في 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 بلد واحد بسبب هذا العيد في احدى المدن ارتفعت اسعار الورود الحمراء 500%. وأما الإهداء للمدير هدايا الرشاوة وقبول الهدايا من المراجعين بالنسبة للموظف فإنها حرام وملعون عليها وكل هدية بسبب منصبك وهذا الكرسي الذي تجلس عليه ولولا هذا الكرسي ولولا هذه الوظيفة ما أهدوك إياها إذا هدية محرمة وهي رشوة من الرشاوى وكم يهدى المدرسين والمدرسات مما لا يجوز قبوله والهدايا للقاضي طبعا أعظم وأعظم وأطم والنبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول يعني حرام وقد وصل الحال ببعض الموظفين أن يعلق فوق رأسه لوحة ادفع بالتي هي أحسن ويقصد فيها طبعا ادفع الرشوة وقال ابن تيمية وما أخذه العمال يعني موظفون موظفو بيت المال وموظفون الحكوميون وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراج منهم كالهدايا التي يأخذون بسبب العمل طبعا أيضا هدايا الموظفين في القطاع الخاص فيها أيضا أشياء من الرشاوة وخصوصا مدراء أقسام التوظيف مدراء المشتريات مدراء المبيعات وكذلك الهدية التي يراد التوصل من ورائها إلى شفاعة أو واسطة محرمة أيضا ترد وأيضا من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا كما جاء في الحديث الصحيح وقال ابن مسعود من شفع لرجل شفاعة فأهدى إليه هدية فهي سحت لأنك تشفع لله وهذه زكاة الجاه فلا يجوز أن تأخذ مقابلا عليها وهذا يؤدي في النهاية إلى أن الناس لا يشفع بعضهم من بعض إلا بمقابل يجب أن تكون الشفاعة مجانية اما الهديه للكافر لاستجلابه للاسلام فهي طيبه وعمر اهدى حله لاخ له بمكه واما الهديه التي من ورائها مجاملات لاعداء الله على حساب الدين والعقيده فهذه لا تجوز والله واهداء بعض الاولاد دون بعض ودون مسوغ شرعي طبعا سيؤدي الى مساله ان يجد هؤلاء على اخوانهم واخواتهم المفضل عليهم سينقمون على من فضلوا عليهم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا الاستقامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.